مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم صحتك بعيوننا. اليوم حنحكي شوي عن امراض القلب وامراض الجلديه، موضوعين مختلفين بس حنحكي عن مواضيع كثير بتهم فئات كثير من المجتمع الفلسطيني والغير فلسطيني. طبعا حنبلش طبعا بالقلب لانه يمكن اهم، فعشان هيك بيشرفني اليوم انه يكون معي الدكتور ساجد مجادله، استشاري امراض القلب والقسطره في مستشفى النجاح. اهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير، مشكور تلفزيون فلسطين على الاستضافه. نتمنى انه نوصل رساله للمرضى يستفيدوا منها خلال البرنامج تاعك. ان شاء الله. اكيد دكتور. دكتور حنحكي شوي عن امراض القلب، بدنا نحكي عن الرياضه اللي ممكن يمارسوها المرضى اللي عندهم مشاكل في القلب بدون ما يكون في خطر على حياتهم. بدنا نحكي شوي عن تصلب الشرايين لانه يمكن هو اكثر شيء منتشر سواء في فلسطين او برا فلسطين من امراض القلب، اسبابه، طريقه علاجه. فحنبلش بموضوع الرياضه لانه اللي عنده قلب دائما او امراض القلب زي ما نسميها ما بيلعب رياضه، بخاف يعمل اي مجهود عشان بيكون خايف على القلب عنده. فانت حضرتك شو رايك في الموضوع؟ شو بتنصح انت امرضاك عاده؟ الرياضه هي عنصر اساسي من علاج مرضى في علاج مرضى القلب، وهي موجوده من النقاط في المتطلبات العالميه او الريكومنديشن او الجايد لاينز في علاج مرضى القلب، دائما موجوده، فهي بتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في علاج مرضى اللي عندهم ضعف في عضله القلب او تصلب شرايين القلب. مش فقط مرضى تصلب شرايين القلب، ممكن مرضى اللي عندهم سكري، مريض الضغط، مريض اللي عنده سمنه، مريض اللي عنده دهنيات. الرياضه هي عنصر اساسي في العلاج. يعني حضرتك بتنصح عاده المرضى طبعا طبعا هي بحكي لك هي عنصر من المتطلبات. فمريض مثلا تعرض لجلطه قلبيه قبل، يعني في برا موجوده، في عندنا شيء اسمه ريهابيليتيشن سنترز او مراكز تاهيل مرضى القلب، ما بروح من المستشفى على الدار مباشره، بروح على مركز التاهيل وخلال مكوث هناك لمده شهر بعد الجلطه بتم عمل برنامج خصوصي للمريض هذا اللي هو رياضي. اول يوم ببلش يتحرك شوي عن التخت، ثاني يوم ممكن يمشوه، ثالث يوم ممكن يركبوه على البسكليت الرياضي او على التريدميل على برنامج معين وفي خلال المركز هذا مش فقط الرياضه، انهم بنصحوا المريض انه يوقف، بترك الدخان خلال هالفتره، بيعرف كيف ياخذ ادويته بشكل منتظم، وتكون هاي فتره نقاهه للمريض بعد الجلطه القلبيه. هاي للاسف المراكز لسه مش موجوده عندنا في فلسطين، ومرضى القلب لساتهم بخافوا من ممارسه الرياضه حتى يروح على شغله بعد الجلطه القلبيه. عشان هيك دكتور عملنا تقرير عن هذا الموضوع، عن مرضى القلب والرياضة، خلينا نشوفه مع بعض وبنرجع نعلق عليه. يعتبر القلب أهم عضلة في جسم الإنسان، وكأي عضلة أخرى تحتاج لتدريب حتى تصبح أقوى، وبأدائه لبعض تمارين اللياقة البدنية مثل ركوب الدراجات والمشي والسباحة فإنك تقوي عضلة القلب لتعمل بكفاءة، وبنفس الوقت تساعد على انخفاض ضغط الدم المرتفع وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقلل من كمية الدهون بالجسم وتساعد على الابتعاد عن التوتر النفسي، وكنتيجة نهائية تقلل نسبة الإصابة بأمراض القلب. مرضى القلب بشكل عام بيحتاجوا لإعادة تأهيل رياضي. للأسف في بلادنا ثقافة الرياضة مش موجودة في مجتمعنا، ولكنها ثقافة مهمة أصلا، لازم تكون عند شخص، أي شخص عادي، وبالضرورة عند مرضى القلب. في بلاد المتطورة عندهم مراكز لإعادة تأهيل مرضى القلب خصوصي مختصة بشأن تأهيل مرضى القلب، لكن في بلادنا نفتقد لهذه المراكز. بالتالي الرياضة الرئيسية اللي احنا بننصح فيها لمرضى القلب بشكل عام ودائما باستشارة الطبيب، لأنه هناك بعض الرياضات ممنوعة ما بيستطيعوا مرضى القلب يستعملوها، مثلا كالعضلات والرياضة المكثفة كسباق الماراثون مثلا إلى آخره. كل هذه الرياضات القوية المكثفة يجب أن تتم باستشارة
الطبيب. ولكن أهم رياضة لمرضى القلب اللي احنا بننصح فيها دائما في بلادنا هون هي رياضة المشي. وإن كنت بأحد المصابين بأمراض القلب أو كنت عرضة للإصابة بها، فيجب أن تقوم باستشارة الطبيب قبل أن تبدأ ببرنامج التدريب، ويجب أن يجرى لك فحص شامل ورسم القلب، وتأكد من المراجعة الطبية للأدوية التي تأخذها حتى تتجنب المضاعفات التي تحدث مع بعض الأدوية نتيجة التمارين الرياضية. في البداية يجب استشارة الطبيب بشأن الرياضة وإعادة التأهيل. زي ما حكيت لكم رياضة المشي هي الأهم بالنسبة لمرضى القلب. دائما دائما وأبدا استشارة الطبيب في موضوع الرياضة. الآن بخصوص الأدوية، ما في أبدا مانع أنه ينعمل رياضة مع أخذ الأدوية، ولكن هناك بعض الأدوية خاصة مميعات الدم، ومش كل مميعات الدم طبعا، ما نحكي عن الأسبرين والدواء المميع للدم للشبكيات، ولكن هناك بعض مميعات الدم مثل الكومادين والوارفارين الأدوية الجديدة لتميع الدم، ننصح انه ما ينعمل رياضة مكثفة عليها لانها قد تعمل او تسبب نزيف داخل العضلات. لذلك دائما استشارة الطبيب بهذا الخصوص. ويجب الاهتمام بنصائح المدرب الذي يمكنه أن يصف لنا بعض التمارين الآمنة والمفيدة تبعا لحالتنا الصحية وقدراتنا البدنية، والتمكن من اللجوء إلى قراءة بعض الكتب التي تتحدث عن التعليمات الخاصة بأداء الرياضة بالنسبة لمرضى القلب. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا مع بعض التقرير عن موضوع الرياضة ومرضى القلب. دكتور، زي ما حكى دكتور مؤيد، يمكن بتوافقوا الرأي انه المشي هي اهم رياضة موجودة في بلدنا لانه ما عندنا مراكز هي افضل تأهيلية. افضل رياضة ومهمة جدا لمريض القلب ولمريض الضغط والسكري ومرض عنده سمنة أو عنده دهنيات في الدم. فعلى سبيل المثال مريض الضغط، ناش نحكي عن مريض اللي عنده مشاكل في عضلة القلب أو تصلب بشرايين القلب، إذا مريض عنده الضغط أول يعني أول عنصر في العلاج اللي هو المشي. ممارسة الرياضة هاي بتنزل الضغط. على سبيل المثال مريض ضغطه 160 إذا أو 150، إذا مارس الرياضة لمدة أسبوعين شهر أو كمل بتنزل لحال الضغط من غير أدوية. طيب دكتور، عم نحكي عن المشي اللي هو مشي سريع مشي بطيء، وقد ايه مدته؟ هو المشي السريع هي المتطلبات العالمية 45 دقيقة مرتين أسبوعيا، 45 مش ركاد ومش مشي خفيف اللي هي هرولي اللي تنشط الدورة الدموية، وعن طريق المشي المريض بصير عنده تعرق بفقد الدهنيات وبنشط الدورة الدموية عنده. طيب دكتور، سؤال يمكن بيسألوك إياه كتير ناس، إنه الأسبرين أو البيبي أسبرين، هل فعلا لازم كل واحد فوق الخمسين يبلش ياخد بيبي أسبرين؟ هذا كل مريض بيجي على المستشفى أو العيادة بيسأل هذا السؤال. لا، مش كل مريض فوق الأربعين أو خمسين سنة لازم ياخد أسبرين، لانه ممكن ياخذ ما يستفيد. نعم. المرضى اللي بيستفيدوا هيك الاحصائيات يعني عملوا دراسات مين المرضى اللي بيستفيدوا اذا اعطيناهم اسبرين، اذا كان عمره فوق ال 40 45 سنه وعنده ضغط او سكري او عنده اصلا مرض تصلب في شرايين غير شرايين القلب مثل شرايين الدماغ او الرجلين او في اي شريان في الجسم. فاذا كان المريض عنده عامل من عوامل التصلب شرايين القلب مثل الضغط السكري الدهنيات السمنة، هذا بننصح انه ياخذ اسبرين بعد الأربعين سنة. يعني مريض الضغط حتى لو الضغط كنترولد او منتظم لازم ياخذ ضغط. لازم اي مريض ضغط، مريض سكري، مريض عنده دهنيات لازم ياخذ الاسبرين، خصوصا اذا كان عمره فوق الأربعين او 45 سنة. طيب دكتور، اذا نحكي هلا اذا شوي عن موضوع تصلب الشرايين. مرض تصلب الشرايين صراحة يعني هو من أكثر الأمراض اللي بنسمع عنها، حتى من أكثر الأمراض السبب الأول أو الثاني للوفيات في العالم تصلب شرايين القلب، ومش فقط شرايين القلب، إنه المريض اللي عنده تصلب شرايين القلب عنده تصلب في كل شرايين الجسم، في شرايين الدماغ، في شرايين الكلية، في أي شريان في الجسم بغذى أي عضو ممكن يكون في تصلب، ولكن السبب الرئيسي والأكثر شيوعا هو تصلب شرايين القلب.
نحكي عن أسبابه شوي. قبل ما نحكي عن أسبابه نحكي إيش هو شرايين القلب. في ناس بتلخبط إيش هو شرايين القلب. القلب هو زي أي عضو في الجسم، بيطلع منه شريان رئيسي بغذي كل أعضاء الجسم. أول شريانين صغار قطر الواحد فيهم لا يتعدى 4 ملي، بغذين القلب نفسه، بسموا الشرايين التاجية لأنه بيجوا زي التاج فوق القلب وبغذوا عضلة القلب. أي مشكلة انسداد أو تراكم للدهنيات على الشرايين هاي هو اللي بتسمى تصلب شرايين القلب. نرجع لسؤالك، إيش هم العوامل؟ العوامل اللي الريسك فاكتورز، يعني الريسك فاكتورز او العوامل اللي بتؤدي لتصلب شرايين القلب. لحد الان ما اكتشفوا السبب المباشر العلمي ليش المريض عنده تصلب في شرايين القلب، ولكن الاحصائيات يعني اثبتت، استخرجوا العوامل من الاحصائيات فقط مش مثبت علميا، انه هذول المرضى ليش بيعملوا بصير عندهم تصلب شرايين القلب، هذول المرضى ما بصير. في عندنا جزئين من العوامل، في جزء العوامل اللي ما بنتحكم فيها، لا المريض يتحكم فيها ولا الطبيب، مثل التقدم في السن. كل ما تقدم الشخص أو المريض في السن كل ما كانت نسبة الإصابة عنده في تصلب شرايين القلب أكثر، وهذا مش 100%. يعني ممكن شخص عمره 90 سنة نعمل له قسطرة تشخيصية لشرايين القلب ونلاقي شرايينه نضاف. والعكس صحيح، ممكن شاب 30 سنة نلاقي كل شرايينهم فيها تسكيرات. هذا العامل الأول، هذا ما بنتحكم فيه إحنا. والعامل الثاني اللي هو الجنس الذكري، الجنس الذكري نسبة تعرضهم لتصلب شرايين القلب أكثر. يمكن هذا المرض الوحيد اللي أنتوا أكثر منا فيه. أكثر منكم ممكن. لا، في أمراض ثانية، ولكن الشغلة الثانية بعد 70 سنة إذا انصابت المرأة بتصلب شرايين القلب بتكون إصابة أخطر. أو نسبة الوفيات أكثر. في العوامل الثانية اللي هي كمريض وكطبيب ممكن نتحكم فيها، اللي هم السبب الرئيسي اللي هو ارتفاع الدهنيات في الدم، التدخين أكيد، مرض السكري، خلينا نقول التنازل عقلي، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، التدخين، في زيادة الوزن، وظل العامل الأخير اللي هو استرس أو العامل النفسي. آخر واحد الضغط هو عامل، ولكن مش آخر واحد، هو عامل من العوامل. هو محطوط دائما بنحط في الكتب آخر إشي، لأنه في الأسيات أقل إشي، هو يسمى عامل بيؤدي لتصلب شرايين القلب. فكل ما كان الشخص عنده توتر نفسي أو في العمل أو هذا، بكون نسبة الإصابة في تصلب شرايين القلب عنده أكثر. دكتور، الفكرة اللي هي فلان انجلط لأنه إنسان بدنه من شغلة ولا صار عنده مشكلة فانجلط، هل فعلا هاي المقولة صح؟ يعني يمكن الواحد لأنه كتير توتر أو كتير زعل ينجلط؟ لا، هلا التوتر على المدى على فترة زمنية طويلة أو الاسترس على فترة زمنية طويلة هذا بيؤدي لتصلب شرايين القلب. كيف؟ غير مثبتة، ولكن الإحصائيات أثبتت إنه الشخص مدير الشركة هاي أو مدير هم معرضة لتصلب شرايين أكثر من العامل آخر واحد هو بيشتغل في الشركة تاعته، وهو عامل من العوامل. ولكن إذا مريض عنده أصلاً تصلب شرايين القلب وغير ما بعرف، فممكن التوتر اللي بيجي مرة واحدة اللي سألت عنه أنت يخلي التصلب هذا يبين أعراضه اللي هي عن طريق الذبحة الصدرية أو الجلطة القلبية. نحكي عن هاي الأعراض دكتور، لأنه صراحة بتهم المشاهدين كلهم، أنه متى لازم دغري المريض يتوجه للطبيب؟ العوامل الأعراض عندنا جزئين، في إشي اسمه الذبحة الصدرية، في مستقرة وغير مستقرة، وفي الجزء الثاني اللي هو الجلطة القلبية. بالعادة بتيجي الذبحة الصدرية قبل الجلطة بأسبوعين أو شهر أو شهرين قبل، بتكون أعراضها اللي هي آلام في وسط الصدر، والآلام هاي بتكون مصاحبة للتعرق وامتداد الألم لأسفل الفك أو الإيد اليسرى. إذا الألم بتكون في وسط الصدر، وسط الصدر ممكن ضغط تطلع. إما شكلها عن طريق ضغط على الصدر، بحس المريض في ضغط أو حركة، وما بيكون وجع خفيف، المريض بخاف، الوجع هذا بخوف، يعني ما بخلي المريض قاعد محله. مريض بحس يعني إنه وجع بحس إنه في إشي مش طبيعي، والوجع بيكون قوي وممكن يمتد لأسفل الفك أو الإيد اليسرى، وأحيانا بيكون بسمى تشيسبين أتيبيك، يعني ممكن يجي بطريقة ثانية، ألام في البطن أو في الظهر أو الإيد اليسار. طب دكتور، إيش يعني ذبحة صدرية؟ ذبحة صدرية هي الألام في الصدر الناتجة عن تسكير في الشريان التاجي اللي حكينا عنه. والجلطة
التسكير هذا بالعادة بيكون 70% 80% 90%. الألام ناتج عن نقص في الأكسجين التروية. والدم والتروي عن طريق الشريان هذا. فإذا كان التسكير 90% فالمريض بحس بأعراض الذبحة الصدرية، وبالعادة بتكون الألام أقل من 20 دقيقة وبتصير مع الجهد. فالألام إذا صارت في اللي حكينا عنها في الصدر وخصوصا مع الجهد، ف 90% من الحالات وخصوصا إذا المريض حط إيده في الطريقة هاي على صدره نعرف إنه 90% بيكون سببها تصلب شريان القلب. هلا الذبحة الصدرية بتيجي ما قبل الجلطة القلبية، الجلطة القلبية أخطر. أخطر. الجلطة بتصير لما التسكير 90% هاد يصير 100%. فانقطع تروية الدم عن عضلة القلب، الشريان بتغذي العضلة، فإذا انقطع الدم هون بتصير نسبة وفاة عالية. ممكن أول عرض يصير للتصلب للجلطة اللي هو الوفاة من غير ما يحس المريض. أول عرض. ممكن قبلها بشهر أو شهرين المريض كان يحس في شوية ألام في الصدر مع الجهد. إحنا بنخاف من المرضى اللي عندهم ذبحة صدرية أكثر من عنده جلطة قلبية، لأنه اللي عنده ذبحة صدرية ممكن يصير عنده جلطة، فإحنا هون ممكن نتدخل نبعث المريض على المستشفى. اللي عنده جلطة قلبية انجلط، صار ضعف في عضلة قلبه، خصوصا إذا صار تأخر في العلاج، علاج الشريان المسكر هو ينفتح. إذا دكتور يمكن كل مريض فوق ال 50 سنة أو أي مريض عنده العوامل اللي حكينا عنها، أي مريض حتى لو شاب، لا مش شاب 15 سنة عنده شوية ضغط ممكن تيجي. احنا حكينا التقدم في العمر فوق ال 45 سنة عنده ضغط، عنده سكري، عنده مدخن، عنده وجع آلام في الصدر، أنا هذا المريض كطبيب بخاف منه. فباخذ حذري بالفحص ودائما بتمعن وبنعمل له التخطيط اللازم. هل التخطيط او الاي سي جي اللي بنعمل دغري بالطوارئ ممكن يشخص في حاله الجلطه القلبيه بس بتكون واضحه؟ الذبحه الصدريه ممكن يكون في تغيرات في التخطيط، ولكن ممكن يكون التخطيط ما في شيء لانه العضله ما صار انقطع عنها التخطيط. التغيرات في التخطيط بتبين لما ينقطع الدم عن العضلة القلب. ففي الذبحة الصدرية حكينا التسكير بيكون 80% 90% ماشي الدم، ولكن مع الجهد بصير نقص الاكسجين. فلما نوقف، عشان هيك نعمل فحص الجهد. فحص الجهد بنخلي المريض يركض، بنسرع القلب، بنشوف التخطيط بتصير يتغير اثناء الجهد. اذا تشخيص الذبحة الصدرية يعني مش اللي بروحوا على الطوارئ بيعملوا تخطيط وبيطلع طبيعي، هذا مش معناته انه هي الذبحه الصدريه تشخيصها من حكي المريض بس. بنركز هي من الهيستوري ومن الاعراض تعون المريض كيف طريقه الوجع، وخصوصا اذا مريض عنده العوامل اللي حكينا عنها. هلا واحد عمره 30 سنه غير مدخن، ما عندوش لا ضغط ولا سكري ولا العوامل اللي حكينا عنها، نسبه الاصابه بتصلب الشرايين عنده بتكون اقل. طبعا اقل. إذا حكالي في نخزة هون ونخزة، طبعا هون دور الطبيب يشخص مين المريض هذا اللي أبلش عنده العلاج والتشخيص مرحلة أكثر. هو قرار صراحة هو صعب، قرار يعني صعب، وممكن يخطئ ممكن يخطئ في الدكتور. طبعا في يعني أنا بخاف أحيانا أشخص مريض أحكي له ما في إشي ويروح يصير له إشي. في مرضى بروحهم بكون خايف الدكتور. طب ليه ما بتعملهم باقي الفحوصات حتى لو أنت شاكك واحد منهم؟ لا أحيانا بيكون التخطيط باخر فحوصات هي تخطيط القلب، وفي انا صوره تلفزيون او صوره عضله القلب. ما دام ما سكر الشريان نهائيا عضله القلب تكون منيحه. فهذا لا يعني اذا التخطيط والايكو ما فيها شيء انه المريض ما عنده تصلب شريان القلب. بنفس الوقت ما بقدر كل مريض عنده وجع في صدره ابعثه قسطره. ماشي. فعشان هيك في مراحل، في عندنا التخطيط، في الايكو، في فحص الجهد اللي هو تخطيط قلب اثناء الجهد، وفي حاليا يعني في صوره جديده هي صوره طبقيه لشرايين القلب عند بعض المرضى ممكن تساعدنا. دكتور حكينا عن القسطره كنوع من انواع التشخيص او طرق التشخيص للذبحه الصدريه او الجلطه الصدريه او امراض القلب يعني. نحكي شو يعني قسطره، لانه الناس بتفكر انه انا رحت عملت قسطره معناته انا عملت عمليه في القلب وروحت انا تمام. اذا انا شخصت المريض عنده ذبحه صدريه او جلطه قلبيه فلازم اتاكد اتاكد انه حكي مضبوط او لا، لازم اشوف الشرايين. الطريقه الوحيده لحد الان اشوف فيها الشرايين بشكل مباشر اللي هي القسطره. القسطره هي تصوير وعملية استكشافية للشرايين. فممكن واحد هو فحص ماشي. ممكن واحد عمره 40 سنة مدخن يصير عنده ألام في الصدر، الدكتور يشك انه عنده اشي يبعثه للقسطرة نصور الشرايين ما نلاقي فيهم اشي. ماشي. هذا المريض لا يعتبر
مريض عنده تصلب شرايين القلب. في ناس كثير بتفكر انه عمل قسطره معناها هو مريض قلب. قلب لانه هم بفكروا القسطره معناته شبكه معناته. لا لا هي علاج، هي تشخيص تشخيصيه تشخيص، ولكن برضه في لها مخاطرها. القسطرة نفسها في لها مضاعفات زي اجراء طبي بنسميه انفيزيف او دائما ممكن يصير نزيف، ممكن في ماده ملونه نستعملها، ممكن يكون المريض عنده حساسيه او تحسس من الماده الملونه هاي، ممكن يصير عنده بعض المرضى ضعف في وظائف الكلى عن طريق الماده الملونه. هاي هي القسطره، هي فقط تصوير لشرايين القلب. طيب دكتور ايش اكثر طرق العلاج اللي عم تستخدموها هلا؟ يعني هل مثلا القسطره العلاجيه والشبكات اغنت شوي عن الجراحه القلبيه ولا لا؟ ولا لسه الموضوع فيه كونفليكت بيناتهم؟ لا هي اغنت في حالات كثير. لسه هي العلاج لتصلب الشرايين اذا شخصنا المريض احنا عن طريق التخطيط والتشخيص والهيستوري او التاريخ المرضي وعن طريق القسطره شفنا انه في انسداد في او تصلب في الشرايين. يعني هم ثلاث شرايين، ممكن عندنا يكون شريان واحد، ممكن شريانين، ممكن ثلاث شرايين، ممكن التسكير في اكثر من موقع في نفس الشريان. فهون في اكثر من طريق العلاج، اما عن طريق الادويه او عن طريق القسطره التداخليه وقتها بنحكي انه صار علاج، او عن طريق القلب مفتوح وزراعه الشرايين. قسطره تداخليه قصدك بالشبكات؟ اثناء التصوير، اثناء القسطره اذا صورت انا المريض ما في عنده شيء خلص بنزله على الطاوله بروح. في بعض المرضى بيكون التسكير واضح في احد الشرايين، وممكن عن طريق البالون والشبكيه في نفس الجلسه اعمل فتح للشريان عن طريق الشبكيه، وهي بتسمى قسطره علاجيه او تداخليه. في بعض المرضى ما بزبط معهم الشبكيات، ليه؟ عنده اكثر من شريان فيهم تسكير، او نفس الشريان في اكثر من تسكير، فما بقدر احط انا ست شبكيات او سبع شبكيات او ثمان شبكيات لنفس المريض. ففي الحاله هاي بكون القلب المفتوح افضل. طب ليه ما بنقدر نحط كميه كبيره من الشبكات؟ لانه الشبكيه لها مشاكلها برضه. يعني مش اذا انا حطيت شبكيه معناها انا خلص انتهى الموضوع. في مرضى خلص بنحط شبكيه وبنتهي الموضوع عنده، في مرضى الشبكيه نفسها في لها نسبه تسكير، وخصوصا عند مرضى السكري او اذا كان التسكير طويل واستعملنا شبكيه طويله نسبه التسكير في الشريان هذا اكثر. فمرضى السكري اذا كان عندهم ثلاث شرايين فيهم تسكير هنا تفضل الجراحه على زراعه الشبكيات. اما اذا اجى مريض عنده شريان واحد في منطقه او شريانين فممكن اعالج الموضوع في الشبكيه، ما دام في نسبه تسكير، ما دام خصوصا مرضى السكري القلب مفتوح بتكون الحل افضل لهم. طيب دكتور يعني اذا المرضى اللي بنحط لهم شبكيات او شبكه يعني بسموها الناس بالعاميه حطينا شبكه انه بفكروا العالم انه خلص يعني حط شبكه خلص هو لا انا بقدر ياكل زي ما انا صورت شرايين اللي عندي وفتحتهم سواء عن طريق الشبكيه او عن طريق الادويه او عن طريق القلب مفتوح ممكن يرجع. انا بتسمى مريض قلب وعندي تصلب شرايين القلب. والعوامل اللي قدين عندي لتصلب الشرايين اول مره رايحين يعملوا تسكير مره ثانيه في الشرايين وفي الشبكيه نفسها، فهو بضل مريض مزمن، مرض مزمن لازم علاج احيانا مدى الحياه. بعض الادويه مثل المميع او دواء الدهنيات والادويه بتحافظ على عضلات القلب، هي ادويه مزمنه. واللايف ستايل كمان اكيد، اللايف ستايل، وزي ما حكى زميلنا الدكتور مويد عبس الرياضه لها دور اساسي برضه في علاج تصلب شرايين القلب. طيب دكتور اخيرا تحكي لنا شوي عن مستوى يعني طب القلب في فلسطين، وشو المراحل اللي وصلتوا لها وشو المراحل اللي تتمنوا انها توصلوا لها قريبا، وقديش وزاره الصحه التخصص القلب فلسطين متطور. مش لان اخصائي قلب، هي بلشت يعني انتم مدللين شوي، مدلل لانه هذا مرض العصر، مرض العصر. والدولة معنية تعالج مرضى القلب. ليش؟ لأنه كل ما عالجنا المريض لأنه تصلب شرايين القلب في مرحلة مبكرة كل ما كانت تكاليف علاجه بعدين أقل طبعاً أقل. فهي محسوبة عالميا، هي على فكرة عملوها دراسة عالمية. دراسة طبعا يعني. أنا يجيني واحد عنده الشريان مسكر بحط له شبكية أو بعمل له قلب مفتوح بنهي الموضوع وبأخذ المريض شوية أدوية. أما إذا صار عنده جلطة وضعفت عضلة القلب بتكلف علاج ضعف عضلة القلب عشرات الآلاف عن العلاج التصلب نفسه. زي العوامل هلا ليش في مراكز الصحة فلسطين الأولية موجود
أطباء لعلاج السكري والضغط والدهنيات عشان ننقص من العوامل اللي بتؤدي لتصلب شرايين القلب، لأنه لما عالجوا الضغط والسكري بتكون تكاليف أقل من علاج الشبكيات نفسها. فكل ما عالجنا أبكر توفر حالك بعدين، كل ما كان العلاج تكلفته أقل. هي يعني العلاج الكسرات بلشت في فلسطين في التسعينات، كانت في القدس في مستشفى المقاصد في بداية التسعينات، وحاليا موجودة في كل مدن الضفة، وموجودة جراحة القلب برضو متطورة يعني سواء كان في رام الله، في جنين، في القدس، في الخليل، وحاليا الجديد في جنين. في جنين فهي موجودة كل باركنا لهم بالموافقة. اليوم شفتها أنا في الأخبار. فعلاج مرضى القلب حتى مش بحاجة لمرضى القلب حاليا يتحولوا خارج فلسطين، الا لانه كله متوفر هون، الا زراعه يعني اذا بسمع انه مريض بده يسافر لعلاج قلب، هو مرضى اللي بدهم عندهم بحاجه لزراعه قلب. طيب دكتور، وصلنا لنهايه لقائنا اليوم مع حضرتك، صراحه كانت ممتعه جدا، واكيد حنشوفك في حلقات قادمه. اخر نصيحه منك للمشاهدين بس. افضل علاج او الوقايه من تصلب شرايين القلب هي الوقايه من العوامل اللي بتؤدي لتصلب شرايين القلب: الضغط، سكر، التدخين، الدهن، زياده الدهنيات، تخفيف الوزن. دكتور ساجد مجادله، استشاري امراض القلب القسطره في مستشفى النجاح، شرفتنا وكانت الحلقه صراحه كثير مفيده، اكيد حنشوفك في حلقات كثير قادمه. اعزائنا المشاهدين، حنرجع لكم كمان شوي عشان نكمل حلقتنا عن موضوع امراض الجلديه، حنحكي شوي عن البوتوكس، عن الفيلر، عن أمراض معينة في الجلد، وحيكون معنا الدكتور صلاح صافي أخصائي الأمراض الجلدية. نرجع لكم بعد شوي. ورجعنا لكم مشاهدينا ببرنامجكم صحتك بعيوننا، وهلا معنا الدكتور صلاح صافي اخصائي او استشاري الامراض الجلديه. اهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد مساكي دكتوره زين. اهلا وسهلا فيك. أهلا دكتور. الامراض الجلديه صراحه هي كثير يعني بتهم الناس، لانه اول شيء الواحد بيشوفه في الانسان الجلد، يعني هو أول طبقة موجودة. نعم. فيعني أي تغير فيها بيكون ملاحظ للجميع. نحكي شوي عن قديش الأمراض الجلدية الخطيرة منتشرة بفلسطين. أهلا وسهلا. أهلا. نعم، يعني كما أسلفتي الجلد هو المرآة، مرآة الجسد بشكل عام، وهو اللي بيعكس كل العيوب وبيعكس كل الفرحة وبيعكس كل العلامات الداخلية. يعني إذا نعم. المريض شكل كبد بنشوفه على الوجه، إذا أكيد. شكل القلب بنشوفه على الجلد، إذا زرق، إذا صفر، إذا أحمر، إذا أبيض، هو اللي بيخبرنا عن عمر الإنسان، هو اللي بيخبرنا عن جنس الإنسان. نعم. هو اللي بيخبرنا عن لون الإنسان، وأيضا هو الجيش، هو خط الدفاع الأول اللي بيحمي كل الأعضاء الداخلية. فأنا حقيقة بكل كل احترام، لأنه أيضا هو الجندي اللي بدافع عن كل مكنوناتنا، وهو يحمي من التغيرات، من البرد، من الحر، من الفيزيكال كوز، من العوامل الكيميكالز، هو يتحمل كل الإرهاصات. فعشان هيك لازم ندلله. طب بما نحكي عن الدلال، حنحكي شوي هلأ عن البوتوكس والفيلر اللي هي بنسميها الحقن التجميلية. نعم. عملنا تقرير عن هذا الموضوع، حنشوف شوي مع بعض دكتور ونرجع نناقش إن شاء الله. لعل من أهم تطورات طب التجميل الجلد هو الاستخدام العلمي لمادة البوتوكس لعلاج تغيرات جلدية وغيرها لم يكن من الممكن علاجها في الماضي حتى باستخدام الجراحة، فيمكن الآن باستخدام تقنيات البوتوكس التخلص من مختلف الأمراض مثل تجاعيد الجبهة والخطوط حول العين بدون ألم ملحوظ وبدون الحاجة لفترات نقاهة، مع الحصول على نتائج طبية. وأهم استعمال
عمليات البوتوكس هي التخلص من التجاعيد بالوجه التي تحدث مع الحركة التي تصاحب التجهم أو التكشير أو الضحك أو التركيز على شاشة الكمبيوتر، والتي قد تتحول مع الوقت إلى التجاعيد التي تلاحظ حتى مع الراحة. البوتوكس هو بحد ذاته هو إفراز من إفرازات نوع من أنواع البكتيريا، هي الإنزيم لهذا البكتيريا، وبتفرز هي البكتيريا أكثر من نوع اسمها البوتوليميوم. منها نوع اللي هو عندها 7 أنواع من الإفرازات. التيب A النوعية رقم A هي اللي مستخدمها في أمور طبية وأمور علاجية. كان استخدامها في البداية بطريقة بالصدفة، هو أول ما استخدمها إلى أختصاصي الأطفال، طب الأطفال، لعلاج بعض مشاكل ناتجة عن تشنج في العضلات ناتجة عن مشاكل في العصب. فبالصدفة هي كانت انه الفكرة اجت، طب ليش نستخدمها لتجاعيد؟ بما انه التجاعيد هاي ناتجة عن انقباضات عصبية بتؤدي الى اوامر للعضلة حتى انها تسوي انقباض، فبالتالي العضلة بتنتج عنها تجاعيد، طب ليش ما سوينا احنا زي نوع من الريلاكسيشن، الاسترخاء لهاي العضلة؟ فجت الفكرة حقن هذه المادة التابعة للإفراز البكتيري في العضلة نفسها، فبتعمل نوع من الغشاء ما بين العضلي وما بين العصب أو التيار السيار العصبي، بالتالي ما بصير انقباض للعضلي. ومن المفارقات الطبية أن البوتوكس هو مادة لمنع تقلص العضلات ويعتبر ساماً، ويستخدم لعلاج بعض الأمراض العصبية ويستعمل للتجميل، ويعتبر البوتوكس أكثر الوسائل التجميلية انتشاراً، وقد عولج الملايين من الناس خلال العام الماضي. ويمتد عمل حقن البوتوكس فترة من 4 إلى 6 أشهر حسب مكان حقن البوتوكس وشدة التجاعيد، ولكن بعد فترة يقوم الجسم بالتخلص من المواد السامة للبوتوكس، وبالتالي ترجع عضلات الوجه إلى طبيعتها تدريجيا. لذلك يتم حقن البوتوكس مجددا بعد فترة لضمان تأثيره على العضلات ومنع التجاعيد مجددا. لا، هي لا تؤثر على صحة الإنسان بشكلها الطبيعي، يعني هو الدوز تبعها أو الكمية تبعتها هي كمية مدروسة لهاي المنطقة. أحيانا والخطأ هو كلها أخطاء وليس خطورة من المادة نفسها، يعني تركيز قليل، خلينا نقول قليل نافع كثير ضار بالنسبة للبوتوكس، لأن البوتوكس بعطيك نتيجة إنه بس إنه لمدة معينة، بعدين بظهر العيوب اللي بعد البوتوكس، عشان هيك ما بشجع. فحقن البوتوكس لا تغير الشكل الخارجي للوجه فقط، بل تضعف لحد ما العواطف الحقيقية للمريض بسبب الخلل في الإشارات التي توصل عضلات الوجه بالدماء. قد لا يحك لنا لوم الشبان على تهافتهم على حقن وجوههم بالبوتوكس لنفخ الوجه ومواكبة هذه السرعة التي انتشرت بين المشاهير في برامج التلفزيون الواقع. رجعنا لكم مشاهدينا. صراحة التقرير كان شوي شامل، بس في شوية آراء بدنا نناقشها دكتور مع بعض. شو رأيك دكتور بالبوتوكس، أو شو تعريفك للبوتوكس؟ البوتوكس يعني هو ثورة في طب التجميل حقيقة. والبوتوكس هي مادة دوائية علمية، أو هو يعني بين قوسين نقدر نقول هو سم. هو نوع من أنواع السموم. قديما كان نعرف شيء بسموه التسمم بالمواد الغذائية، معلبات المواد الغذائية. هاي المواد الغذائية لما تتلف كانت تخرج سم اسمه البوتولينيوم. نوع من أنواع البكتيريا اسمها البوتولينيوم، تفرز سم اللي هو بوتولينيوم توكسين. البوتولينيوم توكسين كما أسلفتي أو أسلفنا في حديثنا أنه استعمل في الماضي لمعالجات كثيرة، سواء كانت في طب العيون أو في طب الأطفال، وانطلقت الأمور أصلا في بعض التجارب. الناس اللي كانوا يعملوا تجارب وأنتجوا هاي المادة وحقنوها بنفسهم، وأدت إلى يعني خلينا نقول يعني مأساة في بداية اكتشاف مادة البوتولينيوم توكسين. يعني البوتولينيوم حاليا إن مشى في العالم ودرج في العالم، واستعماله بكميات قليلة كما أسلف الدكتور السويطي يعني بفيد،
ويعني يعطي لمحة جمالية للسيدات وللشباب حتى الراغبين في هذا الموضوع، فلا مانع من استعماله حقيقة. تدرجنا من عشرات من 10 سنوات او 12 سنة انا بلشت الباتوكس بجوز، تدرجنا بخرائط مختلفة. يعني كنا لما اول نروح نحضر ورشة عمل يقولون في خارطة معينة للحقن، بعد سنة تبدلت الخارطة وتبدلت الخارطة وتبدلت الخارطة واصبح هناك بوينت معينة. الان استقر، يعني الطب التجميلي وخاصة فيما يخص الباتوكس أصبح مستقر. من 5 سنوات، من 4 سنوات، من 3 سنوات نستطيع القول لا جديد. استقر الباتوكس على الأبر فيس، على الجزء العلوي من الوجه، ممكن استعماله للنك لبعض مناطق الرقبة أحيانا، كمان ممكن استخدامه، بس بشكل عام نستطيع القول باتوكس أبر فيس، فيلر لور فيس، ورتوش الميزوثيرابي والبلازما وما شابه قد تكون بينهما. طبعا هناك بعض النقاط اللي ممكن هم وضعها للتجاعيد البسيطة اللي ممكن تكون على الشفتين، ممكن شد النك الدقن أحيانا بقليل، ممكن رفع الوجه ببعض النقاط المعينة. فالباتوكس أعتقد أنه حاليا مستقر في طب التجميل وله فوائد، وأستطيع القول أنه السايد إفكت أو النتائج السلبية من هذا الموضوع شبه محدودة، محدودة جدا، فلا خوف. السيطرة عليها سهل. السيطرة عليها سهل، نعم. ودكتور سمعنا كمان أنه البوتوكس صار يستخدم بمجالات أخرى، يعني اللي عنده شقيقة هلأ صار آخر علاج له اللي هو البوتوكس، اللي عنده تشنج عضلي صار يستخدموا له البوتوكس، فهل بتمارسوا هذا النوع من الإجراءات عندكم في العيادات ولا بتبع تخصصات تانية؟ يعني أعتقد التخصص مطلوب في هذا الموضوع، التدريب مطلوب، بس في البداية احنا بنقول للطبيب المختص هو بيشخص الحالة، بيعرف تشريح المرضي، بيعرف العضلة يعني كيف تتحرك كيف بتنزل، فبكون دارسها بشكل مطلق. أنا كطبيب تجميل في الوجه بمارس خلينا نقول باتوكس، ولكن لا أستطيع أول شيء تحديد مرض خلينا نقول تليف عضلي أو 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 مرض أو تشنج عصبي أو مرض عصبي أو نتيجة ضربة معينة، لا أعرف الإنسيرشن والإكسيرشن، الدخول والخروج للعضلة ربما. فأعتقد أنه الطبيب النيورولوجي، طبيب الفيزيوثيرابي، المسجات والعلاجات الطبيعية اليوم بيستعملوها لكثير من العضلات مشان تطويلها وتطويرها وممارسة نوع من الرياضة وزيادة الحركة فيها وتفعيل عملها، وأيضا أطباء الأعصاب يعني كمان بيستعملوها لداء الشقيقة، وهذا أطباء العيون بيستعملوها لكثير من الانترا، يعني خلينا نقول اللي بيصير مشاكل داخل العين للحول والعضلات، نعم. فأعتقد أنه ربما سنجد لها يعني كمان، يعني لا تنسي أنه البوتوليوم توكسين دخل في طب التنحيف، أنه ممكن حقنه في داخل المعدة وإرخاء. نعم، هذا العلم الجديد اللي هو نعم، عشان الواحد ينحف صار يستخدم البوتوكس يحقنوه في المعدة. توقف قليلا لأنه صار في سايد إفكت الحقيقة. إما قبل عام كان هناك يعني خلينا نقول ابجريد للموضوع، الناس هيك يعني قفز انه كثير من الناس صاروا بدل ما يعملوا بالون في داخل المعده وكذا توجهوا لحقن الباتوكس في داخل المعده. يعني حسب التقارير الحاليه انه شويه صار في مآخذ على هذا الموضوع، فربما يعني لسه يعني قيد الدرس الموضوع لا استطيع ان اقوله. طب والتعرق الزائد دكتور، التعرق الزائد تحت الاب او في اليدين؟ نعم، دائما بقول انه كثير ناس بيسالوا عن التعرق الزائد يعني معالجته. دائما بقول انه اول شيء يجب البحث عن السبب، قد يكون هناك خلل او اعتلال هرموني يجب معالجته اذا كان الخلل عام، احيانا بيكون هو فرط في نشاط العصب العرقي، اذا كان الموضوع فرط في نشاط العرقي فاحنا امام آليتين، اما التوجه لاجراء جراحي وهي عمليه احيانا قد يكون لها بعض المخاطر وبعض التبعات وجفاف دائم ومعاناه دائمه، وبنقول للناس اللي بيملكوا القدره الماديه
انه يبقى حل البوتوكس من الحلول المثلى. فاحنا بنحقنه حقيقة لتعرق اليدين وتعرق تحت الإبطين، وإذا لازم حتى في 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 أخمس القدم يعني، بس الغالبية العظمى من الناس اللي بيجوا هو لكفة القدمين وتحت الإبطين. يعطى بعدد هائل من الضربات الحقيقة. إحنا بنحدد أول شيء يعني، بنعمل تيست عن طريق مادة النشا، بنشوف مراكز العرق وين بالضبط المراكز، بنركز عليها، بنقسم كفة الإيد إلى مجموعة من المربعات. نعم. وبنحقن تقريبا في كل سنتي حقنة. طريقة التحليل للمادة الدوائية مختلف عن طريقة التحليل لما يعرف بطب التجميل للوجه للتجاعيد. فإحنا بنحلها في 4 cc، في 4 cc بتكون نسبة الديليوشن أقل من التركيز اللي موجود في الوجه. وقد بتقعد دكتور؟ البوتوكس بشكل عام ديمومته قد يدوم من 4 إلى 6 شهور في الوجه، أما في العرق لا، قد يكون الديموم لعام. لعام يعني نعم. للعرق قد يفيد لعام، أما للتجاعيد قد يكون الديمومي من 4 إلى 6 شهور. طيب دكتور، بعد موضوع البوتوكس ننتقل يمكن لموضوع مختلف شوي اللي هو مسامير القدم. يعني إحنا هلأ بفصل الشتاء والناس تلبس أحذية شوية مش مفتوحة، يعني كله مسكر، فبزيد نسبة عدد الناس اللي عندهم مسامير القدم. شو هو مسمار القدم؟ نعم، مسمار القدم هو عبارة عن خلينا نقول انتفاخ لحمي يؤدي إلى ألم، وغالبا ما يكون في في في, في يعني في الجهة العلوية من الأصبع، الأصبع القدم الصغير يعني. أحيانا بيكون على مجموعة من الأصابع، أحيانا قد يكون في أسفل القدم وفي أخمس القدم. تعريفا هو يعني تراكم جلدي نتيجة تكرار متواصل لحث ميكانيكي يؤدي إلى هذا التراكم من الجلد. هذا التراكم من الجلد الميت اليابس الجاف يضغط على العصب نتيجة ارتداء حذاء ضيق أو ما شابه، أو إذا شخص قام يعني دعس على قدم الشخص الآخر يشعر بألم شديد، لأنه عادة بصير تموضع لهذا المسمار خلينا نقول أو الكونز أو بيكون له يعني داخل يعني شبه جذر كأنه مسمار يعني. هذا يعني ضغطه بيكون قريب على النهايات العصبية اللي هي موجود في الطبقة الثانية من الجلد، فبيصير نوع من الألم حقيقة. فهذا الحقيقة أحد الأسباب الرئيسية لهذا الموضوع، قد يكون لبس الأحذية الضيقة. إذا نهينا عن الموضوع، إذا ما كان السبب هو اعتلال عظمي، يعني كان السبب أنه في يعني خلينا نقول تشوه عظمي بالأصل. نعم. هو اللي يؤدي لهذا الضغط الميكانيكي اللي بيؤدي للتراكم الجلدي. إيش يفرق مسمار اللحم عن مسمار العظم؟ مسمار اللحم ومسمار العظم مهمة جدا هاي الأمور، يعني قد يترافق الاثنين مع بعض حقيقة. قد يكون السبب في المسمار اللحمي انه هو تشوه او نتوء عظمي، يعني بعض الناس ممكن يكون يعني عنده نتوء عظمي انكسر العظم وعمل نوع من البناء اللي هي يعني خلينا نقول عظمي صغيرة. هاي العظم الصغيرة الضغط المتواصل عليها الجسم بيحاول يعمل ردة فعل. نعم. بيعمل توازن، هذا التوازن يؤدي إلى تراكم هذا الجلد. فعشان هيك إذا بدنا نعالج مسمار اللحم وكان السبب هو المسمار العظمي، علينا بالأصل نبحث عن المسمار العظمي، نتوجه لطبيب عظمية، نصور صورة أشعة، نشوف إذا كان في خلل يعني بحاجة إلى تدخل جراحي ممكن ينشال. بعض الناس عندهم تشوه طبيعة العظم عنده بكون بروزه واندفاعه أكثر بشكل قوي جدا، فيؤدي إلى هذا التراكم أو الضغط على منطقة معينة. فحتى لو يعني عالجنا هذا المسمار مرة ومرتين وثلاث برجع، بكون يعني في عنده سمة التكرار واضحة في هذا الموضوع. يعني دكتور هلأ كل مريض عنده مسمار القدم لازم يعمل صورة عشان نشوف إذا لا إذا شكينا بالموضوع، إذا شكينا إذا شكينا بالموضوع حسب موقعه مثلا فوق القدم فوق الإصبع بالنادر يعني. نعم. عادة هاي أكثرها بتكون في أخمس القدم، بنتطلع على تركيبة التركيبة العظمية للشخص بنلاقيها مشوهة نسبيا. نعم.
ربما يكون بعض الناس عندهم بروز عظمي من طرف الإصبع يعني وارد، فهذول اللي يعني أكثر الناس يعني قابلية إن نعملهم فحوصات ونشوف وضعهم. طب كيف الوقاية دكتور بالمسمار القدم؟ الوقاية رقم واحد يعني مرضى السكري هم عرضة للإصابة أكثر من غيرهم. رقم اثنين قلنا ذوي التشوهات العظمية، هذول بنود يعني ممكن نبعث استشارة لطبيب فيزيوثيرابي أو علاج فيزيائي لتفصيل، خلينا نقول حذاء مناسب، لتفصيل ضبان مناسب. دائما بننصح المرضى هذول اللي لبس أحذية طبية مناسبة وسيعة ما تكونش يعني احنا هلا أحذية الستاثية صارت كلها مسامير من قدام، كلها مسامير يعني طبعا، فأكيد هذول هذه ضريبة، هاي ضريبة، هاي ضريبة طبعا، ضريبة الحذاء يعني الغير صحي، كأنه كأنه يعني الواحد إجره صارت مثلث، ضريبة يعني الحذاء الغير صحي، فهذول أكثر ناس يمكن معرضين بالتأكيد. فاستعمال الضبان الصحي اللي احنا اليوم نقول سيليكون جل شيت بلاستر، يعني يعني في من مادة السيليكون بتكون هي بتعطي نوع من ال يعني خلينا نقول الطبقة الإسفنجية اللي بتضغط الإنسان عليها ما بتأذيه. هذا المسامير السفلية يمكن للسفلية، هسه بين الأصابع في ما يعرف بالنيل سبليتر، يعني اللي هو من قطع السيليكون بحيث يحمي بين الأصابع إذا كان في اللي بيكون غطاء من السيليكون لإصبع ممكن يلبسه. فاليوم يعني شركات تتنافس في عمل هاي الأمور، وإن كانت الحقيقة في شحة عندنا في هذا الموضوع. فإذا مهم جدا طبيعة الحذاء، طبيعة خلينا نقول اختيار الأحذية المناسبة والمساعدات المساعدات الطبية مثل السيليكون جل والسيليكون بلاستر والنيل سبليتر وما شابه. الإكثار من استعمال المرطبات يعني مهم جدا، اللي عنده استعداد وسط الطبي اللي قابلية لهذا الموضوع انه يبدأ يطرب إجريه، يعني لا مانع أن يكون يوم بالأسبوع عنده ماكينة أو حجر البرد، يعني إذا كان في بدايات تيبس وتكلس في بعض المناطق أنه يبدأ يبرد إجريه حتى ما تتراكم أكثر وأكثر. علاجه دكتور هلأ في بنلاقي بالصيدليات بلاستر أو لزاق مكتوب عليه لمسامير القدم، هل فعلا هذا علاج مناسب لو كيف بيعالجه أصلا؟ يعني أهم علاج البعد عن الجراحة. هذا أهم إشي. أهم علاج دائما بنقول للجراحين، إحنا بنقول للجراحين دونتش للجراحين بشكل عام، وخاصة المشرط، لأنه المشرط قد يعمل ندب سكار والسكار قد يعود المسمار ويصبح الوجع مضاعف، فبصير عندنا ندبة وبصير عندنا وجع وبصير عندنا أدهيجن التصاقات، فهون وهذا التكرار أو العودة المسمار عالي جدا. حتى يعني على الطبيب أولا التفريق التشخيص إذا كان هو بلانتر وورتس، هو تالول قدم ولا مسمار قدمي. اللزقات اللي بشكل عام هي عبارة عن بلاستر يحتوي على مواد، فيها مواد تحتوي على أحماض، الأحماض قد تكون اللي هي كولادين، قد تكون ريتينويك أسيد، قد تكون ساليسيليك أسيد، قد تكون أزيليك أسيد، يعني تركيبات، ممكن يوريا، ممكن لاكتيك أسيد، تختلف من شركة لشركة. يعني لما نحط اللزقة هاي تعمل على تذويب خلينا نقول الطبقات السطحية الجلدية تدريجيا شوي شوي حقيقة. فاستعمالها دائما نقول انه كمان علينا اختيار الحجم المناسب. كثير من الناس بيكون المسمار عنده نص سنتي، يكون راح شرى لزقة فبيدوب الجلد الطبيعي، فبيعمل له يعني بقعة في القدم، بيجي يعاني يقعد شهر واحنا نعالج فيه من اثار الحرق اللي تم من هاي اللزقات. الأشكال السريرية قد تكون على شكل لزقة، ممكن تكون على شكل جل صغير. إحنا للأطفال أنا ما بكتب اللزقات، بكتب المادة هاي نفسها موجودة على شكل تيوب، التيوب بنحطه على نفس المساحة، ما في داعي نبعد أو نكثر أكثر من ذلك. هذا بلزم يعني خلينا نقول مصاحبة بالنقع القدمين بالماء دائما قبل وضع الدواء، بالحث الميكانيكي عن طريق استعمال بليد، شفرة أو ماكينة أو زي ما قلنا مبرد سواء كان حجر أو، وهون بدنا ننتبه إنه يكون في تعقيم في الموضوع. نعم. وما يعني نستعملش أدوات الغير بالبيت، يعني بيعملوا هذا الإشي بالمشرط، مش كل الناس عندها القدرة يمكن. يعني هو لمن يملك الخبرة الطبية في هذا الموضوع ولمن هو مؤهل، إذا كان في البيت يعني إشي له علاقة بالطاقم الطبي، تمريض، مختبرات كذا، ممكن يساعدوه، بس لا
عجوز يعني قاعد في البيت ومريض سكري وما فيش عنده إمكانية للتعقيم والمتابعة. بالتأكيد إحنا يعني يبدو كل زور الطبيب مرة بالأسبوع حتى يساعده. أو طيب دكتور صلاح صافي، آخر نصيحة منك للمشاهدين بخصوص مسامير القدم عشان حلقتنا قاربت على الانتهاء. يعني نبعد عن الأحاديث الضيقة بشكل عام، ما نترك الموضة فقط، يعني هذا الموضوع مهم جدا الحذاء الطبي نكون مرتاحين في هذا الموضوع. نبعد عن استعمال أدوات الغير، ما نلبسش أدوات الغير في هذا الموضوع. والنصيحة غير المسمار اللحمي أنه ما نأخذ دواء إلا من الطبيب وما يصرفه غير الصيدلاني. يعني إحنا اللي بنشوفه بعياداتنا كثير من اللي بنلاقيهم عندهم مجموعة من الكريمات من مصادر غير طبية. نعم. هاي نصيحة مهمة كمان. طيب دكتور صلاح صافي، كانت الموضوع صراحة شيق جدا وبحاجة لوقت أطول للنقاش، بس للأسف حلقتنا خلصت لليوم. أكيد حنعمل حلقات كتير قادمة وبشرفنا تكون حضرتك معنا فيها. شكرا كثير لك وشرفتنا ونورتنا دكتور. سعد مساك، يا اهلا وسهلا. اهلا هلا دكتور. مشاهدينا وخلصت حلقتنا لليوم، وحنشوفكم اكيد بحلقات كثير جاي من برنامجكم صحتك بعيوننا. انا كنت معكم دكتوره زين جرار، وتصبحوا على خير.